السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة أكلمكم عن دعاء لو قلتوه هتفتح لكم أبواب السماء. أيوة، هتفتح لكم أبواب السماء. وقالوا أحد الناس والنبي سمعه وأقره وقال له الكلام ده. في أحد الأيام دخل أحد الصحابة أو أحد الأعراب بيصلي في المسجد، وكان مستعجل جدا وكان بيجري وداخل وبينهج، وقال اسمع، قال إيه واحفظ: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. أول ما الصلاة انتهت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء؟ فكل الناس سكتت. فقال: من قال هذا الدعاء؟ فكل الناس سكتت. فقال ثلاثة: من قال هذا الدعاء؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وما أردت به إلا خير. قال: عجبت له، عندما قلته فتحت أبواب السماء وصعد. تاني: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. هو ده فضل الدعاء اللي احنا محتاجينه. أول ما دخل الصلاة افتتح بيه. مش لازم في الصلاة بس، انت ممكن تقوله وانت ساجد، ممكن تقوله لو هم بيك أمر، أو انت داخل في مشكلة، أو أي وقت تقوله: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. ويا سلام بقى لو صوتك حلو تقوله بالطريقة الجميلة ديت: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله. فضل الدعاء علينا جميل جدا. الدعاء ده الأعرابي ده قاله فتحت أبواب السماء بثلاث جمل: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. ما أجمل فضل الدعاء وما أعظمه. قد ايه احنا محتاجين في ايامنا دي ندعي ونقول: يا رب نجحنا، يا رب اسعدنا، يا رب احفظنا واحفظ بلدنا واحفظ شعبنا. اللهم امين. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم فضائل الدعاء. لا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدال على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وامنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.